IT Live لرواد المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة يعود في نسخته الرابعة برعاية إعلامية وبث مباشر من قناة الرشيد الفضائية وبمشاركة أهم الشركات التي تعنى بالتطور التكنولوجي محلياً وعالمياً في كافة المجالات وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية. النسخة الرابعة من IT Live برعاية قناة الرشيد الفضائية يومي 27 و28 من مايو 2022 في قاعة ملعب الشعب المغلقة في بغداد. IT Live، التطور كما لم يحدث من قبل.